الاراضي الزيتون بعد موسم الزيتون بجيبوا لك الشقن، قلنا بيقولوا له شقن، نحن بنقول له هذا اللي بيطلع عند السجره بقصوا بيشتروه بجيبوا لنا اياه بالسياره، وبنجي لحن لهون بنجي بنقصه بنساويهم هيك قلام، يعني قلام بعد ما بنطفهم بنساويهم بياخذوهم بحطوهم بدواء وبزرعوهم. مدة 45 يوم بطلع جزر منه، بعدين بعد 45 نقيمه من هنجار بنحطه بالكياس نايلو تراب أحمر وبنسقيه، هذا هو شغلتنا. المشروع تكلفته بسيطة جدا، هو عبارة عن تراب وكياس نايلو ومصروفه بسيط جدا، وإن شاء الله بالمستقبل بدي أطور على زيتون وعلى نصب العنب وعلى الجوز واللون.